كابتن عمر، في البداية هل يستحق الفريقان الوصول للمباراة النهائية كل من بيراميدز وزد؟ حتى الأرقام كلها بتصب في مصلحة كلا الفريقين. الحقيقة يستحقوا تماما، يعني يمكن بيراميدز الحقيقة هذا الموسم كان منافس عنيد، وأعتقد لولا مباراتي الأهلي في الدوري اللي خسرهم كان ممكن الحقيقة يحصل على لقب الدوري يعني. أما زيد الحقيقة حدث ولا حرج، وأنا قلت عليهم قبل كده سنة أولى دوري عام دوري ممتاز، بيأدي هذا الأداء الرائع والجيد جدا مع مجموعة لعيبة ما فهمش نجوم بمعنى النجوم يعني، لكن الحقيقة أرقام كويسة جدا، نتائج كويسة جدا، إدارة جيدة لمجدي عبد العاطي، فالحقيقة الفرقتين يستحقوا تماما. إذن القوى الهجومية والصلابة الدفاعية لكلا الفريقين يستحقوا أن يتواجدا في المباراة النهائية لبطولة كأس. دي حقيقة فعلا، احنا بنتكلم على أقوى خط هجوم في الدوري كان بيراميدز، وتاني خط دفاع بيراميدز، يمكن رابع أقوى خط هجوم في الدوري كان لزد، وخامس أقوى خط دفاع، لكن المنظومة كلها بتشتغل الحقيقة بشكل جيد جدا. على الجانب الآخر كابتن حازم، مجدي عبد العاطي عندما صعد بهذا الفريق استمر مجدي عبد العاطي مع فريق زد في الدوري، وحقق حتى الآن موسم ناجح مع الكابتن مجدي عبد العاطي، والتجديد له موسم قادم مع زد. بص يعني بتهيألي زد عملت حاجة كويسة السنة دي، مجدي كان هو المدرب في الممتاز به، ولما طلع مع الممتاز به للدرجة الأولى حصل تعرف في الوقت ده بيحصل تغييرات كتيرة جدا، دايما معقولة اشتهي يعني هنجيب مدرب من الدرجة الأولى عشان هو بيبقى عنده الخبرات في الممتاز وكده، لكن زيد قال لك لا احنا موثقين في مجدي، وبعدين جابوا لعيبة طبعا كله افتكر زيد فلوس بقى كتيرة سوبر ستارز هيجيبهم فهيدفع ملايين الملايين، ناس اشتغلت فيري فيري يعني بشكل علمي كويس قوي، ارقام اللعيبه معظمها جايب بارقام يعني بارقام ستاتستكس قليله يعني. لا مش قصدي فلوس، انا قصدي جايين بناء على احصائيات وارقام فاهم يعني، مثلا محمد يعني سكاوتنج يعني اسماعيل مثلا اللي سيرد باك دلوقتي كان في ام بي مش بيلعب كتير، النهارده اسماعيل محمد اسماعيل واحد من اهم السيرد باكات مطلوب في انديه كتير جدا، نفس كلام العش نفس الكلام عامل شغل كويس جدا. صحيح. قيس على كده لعيبه كتير دفعتش فيه فلوس كتير، زيكو جايب رقم النهارده ممكن يتباع ب 40 50 هو جاي مثلا ب 12 او 13 من حرس الحدود. فجابوا لعيبه المفيدين الكويسين الصغيرين في السن، هم على فكره اقل معدل اعمار اقل معدل اعمار، ففي حاجات كتيره كويسه في زد معموله كويس. اذا هو موسم ناجح حتى الان لمجدي عبد العاطي معاه طبعا، اول سنه اول سنه درجه اولى بيطلع السابع، فرق بينه وبين التالت على فكره 3-4 نقط مش كتير. بيلعب صوب فاينل كاس مصر في اول مره يلعب ممتاز، فلا اكيد انجاز بجميع المقاييس يعني. على الجانب الاخر فخر لكاي فيستومايلي، اثنين من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري المصري حتى الان، فيستومايلي هو نقول ثاني هدافين الدوري المصري، وفخر لكاي مشاركه مع فيستومايلي حتى في المباراه السابقه. دي حقيقه الاثنين على مستوى عالي جدا من الكفاءه الحقيقه البدنيه والفنيه، ويمكن الحقيقه يعني نقطه فنيه المدرب بتاعهم صعب جدا انك تلاقي مدرب بيفكر بهذا الشكل، يعني فيرويد عطيله حريه يتحرك من تحت والتاني داخل الصندوق، لكن في الكرات العرضيه بالتحديد بتلاقي الاثنين داخل الصندوق، اذا عندك اثنين هدافين بالفطره بيتواجدوا داخل الصندوق، ودي على فكره يعني بعض الامور الفنيه بتقابل بعض المدربين قله الكثافه العدديه داخل الصندوق في الناحيه الهجوميه، لكن هو وظف الاثنين بشكل جيد جدا، والاثنين هدافين زي ما قلنا بالفطره، هتلاقي معظم الاهداف هم اللي مسجلينها، فانا شايف ان دي حاجه تحسب للمدير الفني، لان المدير الفني اصلا لازم يبتكر ولازم يعمل حاجه جديده الحقيقه، فانا شايفها ناجحه جدا مع فريق بيراميدز. وتوظيف فخر لكاي كجناح في 4-2-3-1 ممتاز؟ ما هو كجناح شكلي بس شكلة. حاجه شكليه نعم. لكن الكره بتتعمل سي من على الطرف او من العمق، بتلاقيه دايما داخل الصندوق مع فيستومايلي.